السلام عليكم. على الرغم من تقدم المنظومة القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إلا أن وضع النازحين الداخليين لا يزال صعبا، فلا يوجد حتى الآن منظمة دولية ملتزمة بمساعدة النازحين كما هو الحال مع اللاجئين، أي أولئك الذين عبروا حدود بلدانهم إلى أراضي دول أخرى. وهؤلاء النازحون غالبا ما يكونون في مناطق صعبة وخطرة، لذا فإن عملية إيصال المساعدات إليهم تكتنفها الكثير من الصعوبات، ليس أقلها موت ضمير البعض، لدرجة أن تشاهد المساعدات قد وجدت طريقها للأسواق بسهولة ويسر لم يكونا متوفرين حين كانت في طريقها إلى مستحقها. قضيتنا اليوم مع نازحي الكدحة في محافظة تعز، أخرجوا من ديارهم حفاة جائعين لا يملكون شيئا، واستقروا تحت أشجار أو طرابيل لا تغني عنهم شيئا. نشاهد هذا الفيلم ثم نعود. طحين ما معانا السكر، ما معانا شلاقه الفراشات والقهل، تعذبوا لهم ما معانا شي يشيل لهم بدله الاستقعاء. هيا هاربين من اصل الحرب ما بين الجانبين، ثم خرجنا من الوطن الى القاعه هذه، معذبين ما بيننا وبين المسمخ، خرجنا بوقت غير مناسب. ربما خاف في البعض من المعطر والبرد وال اليوم هي بلا غدا عندك؟ لا بلا غدا. تسلحي غدا لا؟ لا 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 تحال لها سلطنا القيرة. وهم؟ غدا؟ القهال عدونا تغدونا تغدونا احنا من كلنا المعطر نعمل على هذه المرحلة مرة على... تغدي ومرة تتعشي وتحصل أكا حنا من الله غدا وحنا قلنا بلا غدا المواطن لأننا بين البرد بين والمطر كيف تصلح المطر؟ المطر بابا القلق عندنا ترى انتنا احنا نلقص بالخيمة تحت والمطار والشمس كيف تعمل؟ فكرنا معانا خيمة وانا هذا نجلس بها النهر نقول جالس ان نحن تحت علبه ولا نروح نلقص. يا اخي اذا نحن والله مثل ما تشوف انت مثل ما تشوف نحن بعيونك، اذا نحن بين المطار لا فرش ولا قمش بين والقهل بين البراد، لا كنادر الاستقعاء ولا معاهم بدلة الاستقعاء ولا معانا بار، ومروح رمضان ان شاء الله لنا مصاريف. ساكن كنا بحمير الجبل بحمير الوادي، تمام، كنا معانا احنا بيوت الحمد لله، كنا مستورين داخل بيوتنا احنا، تمام، ناكل نشرب ومكدين عيالنا احنا، الان خرجنا اذا احنا البلاد هذه وشفنا القصف حق الطائرات وحق هذا وحق هذا، تحاصرنا كنا شنو خرجنا بالكدحاء مسكيناش، شنو خرجنا بهكده مسكيناش، شنو روحنا بالبرح مسكيناش، رجعنا تسرقنا كل حين قليل كل حين قليل، لا وطلعنا على قبل حبشي وقينا لا هنا للملكة هذه البلاد لا نحمد رأينها، قالوا لنا الملكة. احنا معززين بالبيوت، لا يساق احنا كان المطر يمطر علينا ولا يساق البهائم ولا يساق القهل ولا يساق حاجة، ولا هربنا من الحرب ذحين بهذلين من المطار، ولا معنا لا اكل ولا معنا شيء بالهبادة. معززين مكرمين ببيوتنا ساكنين واطنين، ولكن جاءنا احنا يوم لا ريد فيه، والحمد لله نشكر الله العظيم على هذه النعمة. بالمطر كيف تصلحوا؟ تحت كما ترى كما ترانا الآن كما ترانا الآن في هذه الحالة بعد تسعة قهل، ما أدرك الذي كبار مزوجين وأدرك من البحارة، مع ذلك في أخص من الناس الطرابل نخبرهم منهم أدري شريناهم شروة معي التسعة عادهم بدون غدا؟ عادهم بدون غدا هون أبوه. كيف صلح حق الغداء؟ كيف صلح حق الغداء؟ عقل واروح القط قشاويش ولا هبف بالما فيه واخبز. طيب المطر كيف تصلح من المطر؟ المطر صلحنا الطرابل معانا مشعططين يخسعوا لواعي، والقهال نقمشهم بطراريحنا الطراريح الزغلة دقوت كهكهة تحت الطراريح، لا يلقوا لا بطانيات ولا فراشات ولا القش. والله انا
حتى تفتح كذا قاب من كل الجهة، جزاهم الله خير على الغرب وأهل الماء. يا أخي أطلب لي بور، وأطلب لي مصاريف، وأطلب لي سكر لعيالي. عيالي بين استقعال القلهم لا فرش ولا قيم، شو أنا معذب لي ملقش بمولصطي ألصطي. الله يعزك بقراطس، عاد إحنا ما عملناش لقمة للقهوة. خلاص قدرينا ومحتاج بس القطرة أن دولنا وقبة من غلق شهرين، والآن مكملين. إحنا أنا من ضمنتهم الذي بعد تسعة سرحت أدول لي خضرة الله يعزك، وأطلبها الله من كل جهة، وأطلب عشاء للأطفال. لحما تأتي الوقبة هذه الذي يمدون لنا شنو أغطاش الله كريم. خفت على أولادي لا يحرقوا، أطار تقسم من جهة وأذكم يضربوا من جهة، حتى نطرق لقموها علينا. لا شكينا عدنا خروج أي محل، لقينا لنا نعلم جبال رجعنا هربنا. ايوه يعني خوف يقطع. نزحنا عن لبن المطر لبن مسمى، لا معنا احنا لا طرابل ولا معنا احنا مصاريف رمضان رواح، ها ولا معنا احنا شيء. معي 10 زوجي تعبان داخل اشط علينا. الان الله يكسبك بين المطر الساعه 10 والله العظيم ما كنا شيء، ما كنا نشرب والله الحمد لله. ما في سبحان الله كلها كذا مطر حطوا ولا معنا احنا شيء. طيب رسالتك للمنظمات الحكومة ايش تطلب منها؟ نطلب منها المصاريف، بر، سكر، ويساعدنا احنا بطرابيل. انت تدرس الصف الثاني بس دحين بطلنا. ليش قال نزح ما درسناش. صح ما نقدرش نقول لك لا، الشكر على الله ثم الى الجهة المختصة الذي هي تعمل به الله. الآن بوقتنا الحاضر يسجلوا يقول لك شنندي وزلل له شهر مهلي منهم لنا. بالمنظمة الأولى أعطونا إحنا كيس بر ومعلبات كذا حاجة يسيرة بكيس، كيس بتسعة أمبار والله ما غلق ثمانية. أصبحت يا رب يا كريم أنا ومراتي وهالي الذين راشدي يطلبوا خير إن شاء الله، يمكن إنه في أمل. والله ما عملنا لقمة القهل على صبح الصبح، عملنا بدباب قراطيس من السقعة هذه، وعاد احنا مقيلين قيع القهل مع اسكنة نعمل لها اللقمة من المنظمة. نطلب من المنظمة رقال التعاون، نطلب من مغافل القهل، نطلب من مصاريف. قد ما قال شو يجيبوا لنا طرابل، شو يجيبوا لنا خيام، شو يجيبوا لنا سكر، شو يجيبوا لنا ذا، يعني شو يجيبوا لنا مصاريف رمضان. واذا احنا يعني نرجع لهم الاول وصل مننا لا هنا، والحكومة على ما ذي بدنا تصل. الحكومة ذم بعض الخيام بدون طرابيل، بعضهم طرابيل. قالوا شو يجيبوا لنا يا أخي؟ عادوا ما قبلوا لناش. خليك على الله، لا نقدر نحصي لك ما يحصل. عندنا من هذا الطرابل، ها أنا من ضمنتهم هذا الطرابل، وبعضهم لا معهم لله. الطرابل هذا يرد المطار. إن شاء الله ما تعمل له غصبا عنا. غصبا عنا نعيش لنا تحت لحم الله تعالى يريد يعطفها علينا مثل ما كسر نحن يكبر نحن الرحمن. مليار دولار هي إجمالي احتياجات الإغاثة العاجلة التي طلبتها الأمم المتحدة لتلافي الكارثة الإنسانية في اليمن والناتجة عن الحرب. وفي مؤتمر جنيف الشهر الماضي حصلت الأمم المتحدة على تعهدات بمليار ومائة مليون دولار، وهو كما تلاحظون أقل من الرقم المطلوب بقرابة النصف. ومع ذلك فإن مئات الآلاف من النازحين في اليمن لا يزالون على حالهم، يأكلهم الجوع وتنحتهم الأمراض في حال كالذي رأيناه واستمعنا إلى شكاوى أصحابه قبل قليل. مشاهدينا، أحوال النازحين في محافظة تعز موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي بعد هذا الفاصل.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي. مرحبا بك. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. أستاذ مختار، كيف يمكن تقييم وضع النازحين في محافظة تعز إجمالا؟ بالنسبة للنازحين يعيشون في أوضاع صعبة ومأساوية، حيث يعيشون في خيام بدائية ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة بما فيها الطعام والمياه الصالحة للشرب وغياب الخدمات الطبية وكثرة انتشار الأوبئة بسبب عدم توفر وسائل الصرف الصحي السليمة. نعم. ونتيجة لسوء التغذية. وكما تعلمون خرج الناس بملابسهم القليلة بسبب صعوبة التنقلات وبسبب الاشتباكات وبسبب الهجمات. صحيح. وتركوا منازلهم، وبالتالي فهم يعيشون أوضاع صعبة للغاية في ظل غياب الدعم الإنساني والمساعدة الإنسانية، سواء من السلطات المحلية أو الحكومة أو المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة النازحين، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمة الهجرة أو الصليب الأحمر الدولي. أستاذ مختار، كونك محامي، هل لك أن توضح لنا ما هو الفرق بين النازح واللاجئ، ولماذا المنظومة القانونية الدولية اهتمت بالبشر حين يصبحون لاجئين أكثر منهم في حال النزوح؟ طبعا بالنسبة للنازح أو النازحين، هم مجموعة من الأشخاص الذين أكرهوا على ترك منازلهم وأماكن إقامتهم المعتاد أثناء نزاع مسلح أو بسبب كوارث. نعم. واللاجئ هو من داخل البلد، النازح يكون داخليا. نعم. في داخل الدولة. أما بالنسبة للاجئ فهو الذي يترك دولته إلى دولة أخرى، فهذا يسمى لاجئ، يتعدى الحدود. أيوة، تعدى الحدود. لماذا التفريق أيضا في التعامل معهم بينما ينصب الاهتمام؟ يعني التشرد هو التشرد على كل حال، والمأساة واحدة، لكن نلاحظ أن الاهتمام باللاجئ الذي تمكن من تجاوز الحدود أكثر من النازح داخل الحدود، يعني داخل حدود بلده، واليمنيون بطبيعة الحال محاطون بالبحار والصحاري ولم يستطيعوا الانتقال كلاجئين إلى أي مكان. شروط يا أخي العزيز، تقدر تقول أن هناك يمكن أن نسقط على هذا الوضع حاجتين. إما أن اللاجئ ينتقل إلى دولة يكون العمل فيها الإنساني أكثر أمان. نعم. يكون العمل الإنساني في هذه الدول المجاورة التي ينتقل إليها اللاجئون يكون أكثر أمان، وبالتالي يستطيعون إيصال المساعدات لهؤلاء اللاجئين أكثر أمان بالنسبة لطواقم المنظمات تقصد؟ أيوة أقصد المنظمات. نعم. الإنسانية العاملة في مجال، وهذا يحصل في دول قريبة كما لاحظنا مثلا في سوريا. لكن أحيانا صعوبة العمل في بالنسبة للنزوح الداخلي للمنظمات، لكن هذا بالأول والأخير يبقى مبررات، وهي يمكن الاستعاضة عن الطواقم الأجنبية التابعة للمنظمات بالطواقم المحلية بالمبادرات المحلية. أيوة نعم أخي العزيز، القانون الدولي وحدة متكاملة، ويتوجب على المنظمات الدولية أن تنسق مع المنظمات المحلية بمسبق. هم على علم بالمناطق التي يمكن أن تندلع فيها حروب، هم عندهم عاملين وقادرين على التحليل فيما يسمى مجال الاستجابة السريعة. نعم. وهذا يمكنهم من عمل طواقم أو تدريب طواقم محلية لنقوم بمثل هذه المساعدات، وحتى بالتعاون مع الحكومة والمنظمات المحلية العاملة في هذا المجال. وبالتالي فإن هروبهم أو عزوفهم أو أي مبررات من هذا القبيل تكون غير مقبولة، لأنه القوانين الدولية تستوجب عليهم عمل كل الاحتياطات والأمور العاجلة والطارئة للتنبؤ بمثل هذه الحالات وتقديم المساعدات العاجلة لها. كما قلت لك أخي العزيز، القانون الدولي يصنف مرحلة النزوح ويتوقف على المنظمات والدولات تقسيمها إلى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل النزوح،
ومرحلة أثناء النزوح والحلول الدائمة. مرحلة ما قبل النزوح تتطلب من المنظمات الدولية والدولة وجميع العاملين أولا توفير الحماية من النزوح الغير مشروع، يعني أن النزوح هذا يجب أن جميع الأطراف يعني يكون آخر وسيلة يتم اللجوء إليه من خلال عدم القيام بأي هجمات عشوائية، عدم التهجير القسري، عدم الحصار، أعمال العنف، عدم عمل أهداف مدنية بجوار مساكن المدنيين حتى لا يتمكنوا من من الخروج أو النزوح. هذا بالنسبة لما قبل النزوح. ثم تأتي مرحلة أخرى اللي هي مرحلة أثناء النزوح. ما الذي يتوجر عمله أثناء النزوح؟ في حال حصول النزوح، إذن هنا تجي المرحلة اللي هي توفير أماكن مناسبة، توفير الغذاء، توفير الماء، توفير كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منع التعذيب، منع الاضطهاد، المعاملة الإنسانية اللائقة، الحفاظ على الأسرية، الوصول إلى الأمن الشخصي. كل هذه الأمور تكون أثناء النزاع. ثم بعد ذلك تأتي الحلول الدائمة اللي هي إشراك النازحين في عمل حلول لأجل العودة إلى مواطنهم، استرداد الممتلكات التي فقدوها وتعويضهم وسبل الحصول على الإنصاف والعدالة. إذن هناك منظومة شاملة وكاملة لمسألة النزوح، راعت كل الحالات كما شرحت قبل وأثناء وبعد مرحلة أو مراحل النزوح، ولا يبدو أن شيئا من ذلك طبق مع النازحين في اليمن. لا، ما لا يوجد أي مساعدات، لا يوجد أي اهتمام، لا يوجد أي تدابير من التي ذكرناها، لا قابل ولا أثناء ولا حلول دائمة. مجرد عمل فردي أو عمل شخصي من بعض المنظمات لا تساوي شيء. وكذا قرأنا بعض تقارير لمنظمات الهجرة تقول بأنها وزعت 6,000 فرد في مقبنة طائر. عدد النازحين في تعز يا أخي العزيز أكثر من مليون شخص. 6,000 ما إيش يعني؟ ما هي هذا هذا ما كنت سأسألك عنه الآن، وهو الرقم التقريبي للنازحين في محافظة تعز حتى الآن، لأنه الأرقام متغيرة بتغير واختلاف مناطق الصراع. طبعا عدد النازحين بشكل عام في اليمن يا أخي العزيز بلغ بحسب تقارير المنظمة الدولية أكثر من 3,200,000 شخص في اليمن إجمالا. في تعز ما يقارب 1,200,000 نازح موزعين على كثير من المناطق، وهي المناطق التي شهدت صراعات واشتباكات وقصف، مثل موزع وجبل حبشي والصل وحيثان والمخا ومقبنة وذباب. فهذه مناطق فيها عدد النزوح بشكل كبير. فهناك مثلا في منطقة الكدح الآن مؤخرا في تعز أكثر من 1,200 أسرة نازحة مشردة، إما في الأودية أو في الكهوف، وإما في مناطق مجاورة ما فيش أي رعاية ولا اهتمام ولا مساعدات. يعانوا من أوضاع معيشية صعبة جدا، فبعضهم دخل إلى المدينة واستأجر محلات عمائر مهجورة، والبعض الآخر في منطقة يفروس، والبعض الآخر كما لاحظتم تحت خيام وطرابيل لا تأوي حتى حيوانات. نعم. من المسؤول قانونا عن وجود هؤلاء النازحين بهذه الحال؟ من المسؤول الأول والمباشر عن نزوحهم وعن ما يعانونه الآن في هذه الأودية تحت الأشجار وفي الخنادق وفوق الأرض وتحتها كما شاهدنا؟ طبعا مفهوم حماية النازحين يشمل كافة الأفراد، وتقع المسؤولية الأولى على سلطات على الدولة، وهي التي تطلب المساعدة الدولية في حال عجزها، إما بسبب عدم الوصول أو بسبب قلة الإمكانيات، فلا هروب ولا مخرج. وكذلك القانون في يعني رتب وزع المسؤوليات. الدولة تأتي في المقام الأول، ثم الأطراف الأخرى إن كان هناك أطراف متصارعة، فكل طرف يكون ما تحت سيطرته هو من مسؤوليته المواطنين المدنيين. نعم، أنت تتحدث عن مسؤولية إيواء وتوفير احتياجات هؤلاء، وهذا بلا شك هو أمر أكثر من ملح ومهم. لا، لكنني قصدت بالسؤال مسؤولية جريمة التشريد والنزوح لهؤلاء، من يتحملها كجريمة حرب؟ من ارتكب الفعل؟ من ارتكب فعل التهجير؟ من ارتكب، من سبب عمله؟ نعم. من سبب عمله؟
التهجير. طبعا جريمة التهجير جريمة لها أركان مادية ومعنوية، من هي أركان مادية مثلا القيام بمباشرة أعمال عدائية على منطقة مأهولة بالسكان ترتب عن أنه تركوا منازلهم، أو تهجير قصري كما لاحظنا مثلا في مناطق يتم التعمد في تهجير الناس، أو مثلا استخدام الحصار، أنا أحاصر منطقة لغرض أن المواطن لا يحصل على لا يستطيع إدخال المساعدات الغذاء فيضطر يترك فأكون المتسبب من قام بالحصار. هناك أسباب كثيرة، صحيح هناك وسائل كثيرة، نعم. منها تلغيم الطرقات، منعهم من مزالة أعمالهم، نعم يعني نعم كلها كل أي عمل مادي ترتكبه جماعة أو فيها يسبب إلى تهجير يكون هو المسؤول المباشر والأساسي في هذه في عملية التهجير، والقانون قد رتب القانون الدولي اعتبرها جريمة ضد الإنسانية. كيف يمكن لهؤلاء النازحين أن يوثقوا مأساتهم وأن يحفظوا حقوقهم ب مواجهة هؤلاء الذين تسببوا في مأساتهم أولا، ثم السلطات التي يجب عليها أن تقوم بواجبها برعاية هؤلاء؟ النازح لا مجال له إلا طبعا قضية النزوح تبدأ من المنطقة في الحصول على شهادة في هذا المجال، لكن الدور الأساسي والكبير كما تعلم في اليمن مع قلة الوعي وكذا فيبقى الدور الأساسي والمهم في توثيق ورصد مثل هذه الحالات على عاتق المنظمات المعنية، منظمات حقوق الإنسان المعنية. يأتي بعدها دور المنظمات الدولية والتي أغلبها تستشف وتتلقى المعلومات من منظمات محلية، نعم. كذلك واجب عاتق الدولة التي يتوجب عليها حماية ورعاية مواطنيها في تكليف فرق ميدانية وفرق وتشكيل فرق تقصي الحقائق ورصد مثل هذه الحالات ورفع تقارير، والأصل بأن يكون هذه التقارير قد أعدت قد تخاطب مع المجتمع الدولي بشأنها لوضع الحلول وإثبات هذه الوقائع لأجل محاكمة من قاموا بمثل هذه الأعمال مستقبلا. ما هي الجهات التي تلاحظون تواجدها في الميدان لتقديم المساعدة لهؤلاء النازحين؟ هل هناك جهات معينة يمكن أن يلحظ حضورها؟ هو أعمال فردية من بعض الجمعيات أو أحيان رجال خير، يعني تقدر تقول أعمال فردية من تجار، لكن المنظمات الحقيقية والمعنية غائبة، دور السلطة المحلية غائب، ما عدا لاحظنا قليل من التواصل عندما وصل نازحين من جبل حبشي منطقة تبيشاء إلى داخل مدينة تعز في كل طريق، وأعطيت لهم مطبخ يعني دائم لمدة 3 شهور وانقطع بسبب انقطاع الدعم. وأما بالنسبة لمن يعيشون في مناطق مثل ما نازحية الكدحة أو الوازعية الذي يعيش في الكهوف، هذا لم تصلهم الكثير من المساعدات، وقد كنا تواصلنا مع بعض النازحين هناك والذين أفادوا واشتكوا من غياب أي دور للمنظمات، وذكروا بأن هناك فاعلين خير وأعمالهم محدودة جدا لا ترتقي لأن نسميها إلى مساعدات إنسانية في هذا المجال. هل لديكم كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين وقانونيين أيضا أي اقتراحات يمكن تقديمها للسلطة المحلية أو للحكومة؟ يعني الآن عامان من الحرب ووصلت أعداد النازحين إلى هذه الأرقام المهولة بالملايين، ولا يوجد مؤسسة واحدة معنية مباشرة بالتعامل مع هذه الحالات، لا وزارة ولا مؤسسة بعينها. يعني حين نتحدث نقول الحكومة الشرعية، نقول السلطات المحلية وهكذا، يعني الأمور على عواهنها. هل لديكم مقترحات يعني تلافي هذا القصور بمأسسة الفراغ المطلوب أن يملأ؟ نعم. ألو، معك، تفضل. طبعا الاقتراحات يا أخي العزيز، الأصل أن يكون المنظمات المحلية أو الحكومة قد جمعت كل البيانات عن عدد النازحين وحالاتهم وأماكن تواجدهم واحتياجاتهم، نعم. وشكلت غرفة عمليات لهذا المجال لتقديم وضع سياسة، والأصل أن تكون قد وضعت سياسة وطنية لدعم النازحين، فهذا ما نطلب منه، وضع سياسة وطنية لدعم النازحين وتشكيل غرفة عمليات طارئة لتقديم المساعدات العاجلة
لتوفير كافة الاحتياجات من الغذاء والمأوى والماء الصالح للشرب باعتبار احتياجات أساسية للبقاء للحياة. نعم. ثم بعد ذلك تأتي بناء على البيانات والمعلومات والسياسة التي رسمتها كيف نتواصل مع المجتمع الدولي، كيف نتواصل مع المجتمع الدولي لإقناعهم في إعادة هؤلاء المهجرين أو النازحين إلى أماكنهم من خلال توقيف عمليات التهجير، إيقاف عمليات القصف، بناء منازلهم أو إيجاد منازل بديلة. كل هذه الأمور من خلال مثلا حتى المجتمع الدولي أستاذ مختار هو يريد خطط واضحة على الأرض، هو يريد مشاريع جاهزة بمقترحات كما تفضلت وبحلول. أما أن تظل الأمور هكذا يعني متروكة للمناشدات وكما يقول المثل تراكن المشايخ، فأعتقد أن مأساة النازحين ستطول. لماذا لم تبادر على الأقل المنظمات المعنية بالإغاثة، المنظمات المحلية، لعمل شبكة أو ما شابه لتقديم مثل هذه المشاريع والحصول على التمويل الدولي الذي يبدو أنه بدأ يتوفر ولكن لا سبيل لوصوله بطرق يعني مجدية أكثر للمحتاجين؟ والله أخي العزيز كما ذكرت لك هناك غياب في وضع خطط أو قصور وإهمال، والأصل أن نوجه هذا السؤال للجهات المعنية. نعم. لماذا لم تقدم؟ من هي الجهات المعنية؟ يعني الأمر أخي مختار محتاج إلى مبادرة من هذه المنظمات ومن السلطة المحلية، محتاج إلى تجاوز الروتين وتجاوز انتظار من يملأ هذا الفراغ، وكما قلت الركون إلى يعني كل جهة تركن على الأخرى. هل لكم من رسالة أخيرة يمكن أن تستغلوا بها هذا اللقاء؟ نحن نطلب من السلطات المحلية في محافظة تعز وكل العاملين في محافظة تعز وكل المنظمات العاملة تحمل مسؤوليتها تجاه توفير كافة المساعدات للنازحين وتنسيق الأمور والتواصل مع الجهات الدولية ومع الحكومة في توفير كافة الاحتياجات والسبل والحماية لهؤلاء النازحين بصورة عادلة. فالوضع مأساوي ونحن نعيش في صيف ورمضان وأمطار وسيول، وهؤلاء كما تعلم أمام سيول ويتعرضون للكثير من الأضرار وهناك الآن أوبئة. فنحن نطالب السلطات القائمة في تعز تحمل مسؤوليتها وتعاون جميع الجهود، المنظمات والتجار والمعنيين والعاملين. كما قلت سابقا لا ننتظر أي دعم لا من حكومة ولا من منظمة دولية، فنحن الأصل أن نقوم بواجباتنا الأخلاقية والوطنية والمستوجبة. لا ننتظر، نسعى لهذا الدعم ولا ننتظر أن يأتي هو إلينا، فلن يأتي من تلقاء نفسه. على كل حال المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي شكرا جزيلا لك، كنت معي من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. النازحون في الكدحة في محافظة تعز، تم الرصد، في أمان الله.